هاتوهم. أولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الأمير السلطان. تقدم أيها الفتى الشهم. لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غليظ. مولاك الأمير السلطان. مولاك الأمير هينتهي أمره على أيديك. مولاك الأمير هينتهي أمره على أيدي أنا؟ ليه؟ هقتله ولا إيه؟ قلبك شغوف للقتل. أيوه. القلب قلب أسد. أيوه. والصدر صدر فهد. من إيه؟ والعين عين صق. من إيه؟ وهذا يعجبني، لك كل ملامح الفارس المغوار. إيه الفارس الششوار ده؟ مولاتي أنا عايز أروح لك بالسر لو سمحتي. أنا كنت في كبد الناس طنبال الوقت ريحة أجارك الله، إنما أنا الريحة دي ريحتك حلوة أوي يا مولاتي، فقولي لي أنت عايزة إيه بسرعة لأن أنا مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ أنا وأنت نتزوجك؟ أنا وأنت. لو النبي ونضرب بعدين عرف كده وأي مغارة في سكر قريش ولا إيه؟ بس على شرط. طيب سد وتمشي ليه؟ وما هو الشرط؟ أن تتجسس على الأمير قمر الدين خشاف. قمر الدين خشاف؟ ده إيه في رمضان ده؟ أيوة يعني أتجسس عليه أعمل إيه يعني؟ تتجسس عليه لتعرف هل هو متزوج من امرأة أخرى؟ وهل أنجب ولداً كما قال الشعب والدهماء؟ وهل يحل لهذا الولد أن يعتلي العرش؟ تكلم! أيوة أنا مش عارف أنت بس بتتكلمي كلام يعني مش عارف ده ليا ولا لمين؟ يعني أنت حضرتك عايزاني أتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على أي مائدة رحمن وأروح قفشه على طول لفه وأستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. أنت قلت لي اسمه إيه؟ قمر الدين خشاف. والنبي أنت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بسرعة كده يعني. عارف أنا بدوس جامد أنا عارف. شعري جحدة. ما اسمك يا اسمك إيه؟ أيوه يا بيتك ده اسم الليمبي. أريد أن أعرف هل هو متزوج أم لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. أيوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. أنا بقول لك حربته لك في قلب شوال من نصرية ومخزوز ومتأسلك ومن فضل 14 جبوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ إن هو يعرف ست عليكي؟ أنت خلاص. انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعوذ يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولات السلطانه شجره الرز الامير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجه من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولات السلطانه شجره الرز مولات الاميره كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا إيه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست. عندي ميجانس. اسمحي لي يا مولاتي. أنا هاخده معايا. لك ما تشاء يا قمر الدين. هو ده قمر الدين اللي أنا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد إذن مولاتي بص الطير. هيا بنا. هيا بنا. اهلا بيه. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بالي لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يطلش. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قرط في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف
نخلي بطل بطل يحمل اسم مصر الى العيداء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتوليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا اولاد ازاي يا عيب؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي، انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش بدل زينب العددين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك رقبه ناس بتتدبح تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاب. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسن ضبط خزون. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. ذكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الأميرة زينب. الأميرة زينب اللي بعتها في سوق العبيد عشان أحافظ عليها من الفساد. أنت فين يا زينب؟ أنت فين يا زينب؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاه السلطانه شجره الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيوني المنتشره في كل مكان تبقى دايما جاهزه، دايما صاحيه، مستعده. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. ايه زعمور حبيبي. خيانه الحريات، خيانه. خلاص يا لمبي. بس يا لمبي انت عبيط ولا ايه؟ بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد هو ده كله. وحشني يا ابويا. ابويا 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 ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. لمبي ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسك ابوسك. انا مش عايز انام. الحكايه يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق؟ انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. ده لما تيجي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا. ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تباحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا طبعا. ولا ايه؟ لحظه بقى، لحظه بقى. نعم حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ملواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة.
البلد عايزاك، وبعدين دخلتك دي، شوف انت بص مخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي، هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات، ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوة؟ حبيبي 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 أبا حبيبي 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 اللي في ايدك ده يا حبيبي ده حصان انت حمار؟ ايوه ده عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي اوريك لعبة حلوة؟ طبعا حلوة، طبعا حلوة شبهك بالظبط. تبقى حلوة؟ شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني يا جمال يا جمال. هتورينا كده يا حبيب بابا؟ ده اسمه ايه؟ حصان. حصان بص حتين لفوق 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 لفوق. اما يا جمال فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا بروح. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. ابويا ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يطفي بطني من بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا. بس نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو، هو بس مش سوعب حاجه تانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا مش دهون، مش دهون، هو كان الحصان. والله هو ده المصحف، انا هجيب منه حصانه تانيه. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك مالواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ان حصل الكلام ده اهو، حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كداب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لان هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر ده كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عبيط عبيط عبيط. يلا ينعل ابو غلاسه اللي جايبينك. يلا يا مدعى. لمبي ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله مع اصلاجه حبتين. شؤون الدوله؟ وهي دي شؤون دوله؟ ده شؤون القاره يا مولاي. انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا. لمبي دخلت تانيه انا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. عيب المدواي سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا حيقوم ولا اي حاجه. لزق بكل على كره العرش. لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه، لان هو من الوزن الثقيل فصعب انه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثره الاحجام. فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعته عشان تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشة مني ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدري تقولي رضعة من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الأمير قمر الدين وماشي عمالة تدلعه يمين وشمال. وهو طبعًا يعني
كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموتوسيكل. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير قمر الدين خشاف ايه؟ الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وأنت طيب، مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتله؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين؟ مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوة وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى طمراية واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني، خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعصب كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطة، أنت عارفة؟ أنت جايبة آخر حريم، خلي بالك وحط في ذهنك إن أنت جايبة من آخر حريم. بالك أنت لو دخلت على أي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا مش هيجيب فيك خربوش، عشان أنت زيرو وأنا موت في الزيرو. من صفر المية في 3 ثواني و10 من الدقيقة. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح، غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعت المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على ايدين الليمبي. صحيح والله. الخير على ايدهم الوردين، بيقول لك بكره الفرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بنج، وانت بتتكلم في انجر الفته. ليه محسسين ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هوا هوا. Thank you.
العرس أقشطة؟ ده أنت بقشطة. الصف الأولاني ده يرجع ورا والتاني قدام. نفذ يا بيه نفذ. اقعد قدام. ايوه قدام بسرعة بسرعة يا اخي. شرف 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 شرف. في حاجة يا باشا؟ مالك يا شعبان؟ ده أنا بقول لك الكلمة مرتين وتلاتة وأنت مش معايا خالص. مالك النهاردة فيك إيه؟ جرايا جيجي، ما إحنا الاتنين قاعدين مع بعض أهو وأنا قدامك زي الفل. لازم تعرف طبعي من الأول. أنا أحب أعيش في سعادة وفرفشة، مفيش مانع يجيلنا شوية هموم في النص نخلص منها أوام أوام ونعيش حياتنا سعادة. قول لي فيك إيه؟ حاضر يا حبيبتي، هقول لك. ويعلم ربنا إن أنا ما كنتش عايز أتكلم معاكي عشان ما أضايقكيش، لكن ما باليد حيلة. الحسبة اللي أنا كنت حاسبها في دماغي برمت مني على الآخر، والقرشين اللي كنت محوشهم بعطروا يمين وشمال ما بين شوية ديون كانوا عليا، والحمد لله سددتهم، وما بين بعض أصحابي اللي كانوا عشمانين فيا واستلفوا مني فلوس، ويا عالم بقى هيردوها ولا لأ. ده غير شوية خسائر هنا وشوية خسائر هناك، وفجأة لقيت الدنيا كلها اتدربكت تحت مني، وما بقتش فاهم حاجة خالص. ياه كل ده يا حبيبي جواك ومخبي عليا. ايوه حبيبتي، حطي نفسك مكاني. مش سهل عليا طبعا ان وانا ببتدي حياتي معاكي امدلك ايدي واقول لك اديني انا محتاج، مع العلم ان المفروض ان انا اعيشك برنسيسة مش محتاجه اي حاجه خالص. ينفع ده؟ طبعا ينفع. ايوه احنا مفيش بينا فرق. ايوه حبيبتي، بس أنا كرامتي ما تسمحليش. هو في بينا فرق؟ قولي أنت محتاج كام؟ حبيبتي ده مبلغ كبير قوي. ولا يهمك اللي أنت عايزه، فرفش بقى. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا ما يحرمنيش منك. يا سمير، ما قلتليش إيه رأيك في البروكة دي؟ حلوة. رأي يا سمير، مالك؟ أنا عايز حقي في عملية قطط على داير مليم. ومد الكلام قرايا صالح، ما تفتح. اهلا يا عم صالح. انا هقول لك يا باشا على كل حاجه، بس اضمن لي سلامه بنتي. اوعدك ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه. سمير يا باشا. مين سمير ده؟ هو اللي فتح لي عينيا على شعبان وخيانته ليا وخطف بنتي من حضني ورميتي هنا في السجن. سمير هو اللي هيدلك على شعبان يا باشا. معلش يا باشا انا اسف، انا شفت حاجه انا مصدقها لانه باين في عينيها جدا الصدق، وده نقدر نوصله ازاي؟ ممكن تسكت انت شويه ليلى؟ سمير ده نقدر نوصله ازاي؟ هو جاي لي بكره على الزياره. شكرا يا ليلى، اتفضلي انت روحي على الزنزانه بتاعتك يا بكير. ايوه يا باشا. وصلها. انت اكتب لي طلب استئناف وانا همضي لك عليه على طول تقدمه للمحكمه. سمحت يا عباس باشا، انا كنت عامل كده من نفسي لان انا كمحامي مجتهد تفاصيل متعشقه في بعض، وانا كان ليا عتاب بسيط عند سعادتك. اتفضل. حضرتك كلمتني بشكل غير لائق قدام السجينه، لكن انا مش زعلان. صدق ان انا عايزك تزعل، لان لو صوتك عالي شويه احبسك. اطلع بره هلا، انا كل اللي يهمنا قضيه قطعت. حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر يا سلطان المساجين، يا سلطان المساجين. مجنون ده ولا ايه؟ ازيك يا بكير؟
اتفضلي يا ست لميس هانم، والله ده السجن كلها تنور وربنا. ازيك يا جدو؟ انا يا ابويا يا حبيبتي وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. في حد مزعلك؟ لا. خدامه زعلتك؟ لا. عباس زعلك؟ لا. بكير مزعلك؟ لا. الطباخ مزعلك؟ لا. الخدامه زعلتي؟ لا. حد زعلك؟ لا. طب ازعلك انا؟ بس يا عمي بتضحك على ايه؟ قطاطا بصي جبت لك ايه حبيبتي؟ حبيبتي اهي. ادي شوكولاته؟ شوكولاته؟ فيها زبيب؟ لا مكسرات. مكسرات؟ ايه المكسرات دي؟ حلوة. ما تتكسرش يعني شوكولاتة؟ انت بتحبيها. انا بحبها دي. طيب اسيبك انا بقى للمشاعر الجميلة دي واعمل تفتيش على السجن. قطاطا يا جماعة، الحاجات اللي على المكتب دي محدش يمد ايده عليه، ده حاجات مهمة. تسرقي حاجة تلعبي في حاجة أنا بقول لك. جدو بيهيف. أيوه جدو بيهيف. جدو بيهيف على كده يسكن بيهيف. أنا بيهيف. أمال ده هو اللي بيسرق كل حاجة يا عباس. يلا بكير. ومصعب أمال ده. عباس. عباس بيهيف. مشي 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 مشي. عباس بيهيف. مشي. مشي. عامل إيه؟ الحمد لله. كويسة؟ أسيني البنت الدبوسة. حاولتي كمان يا قطاطا قوي. طب تعالي بقى نقعد هناك. هناك يلا. عشان عايز انزل احكي لك الحدوته. يلا يلا. استني. تعالي. بس هتاكليني شوكولاته؟ اه يلا. استني بقى. براحة براحة يلا. نزل بقى. يلا. انت فين؟ انا هنا انا هنا يلا. يا قطاطا حرام عليكي بقى. نزل بقى. يلا يلا. اخش كده؟ ايوه عشان تاكلي الشوكولاته. يلا بقى. اي 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 بس. يلا تعالي. يلا بقى عشان تقولي لي. ايوه تحكي لي ايه اللي حصل. اي براح براح براح. حبيبتي يا قطاطا وحشتيني. انت كمان وحشتيني. يلا بقى احكي لي ايه اللي حصل. حصل في ايه؟ اللي حصل في الليمبي. الليمبي يا حبيبي اهو جاي لك اهو جاي وما معاش شوكولاته. سيدوني على مالك. انزل 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 ما تخافش. انزل انزل انزل. ايوه بس سيب نفسك سيب نفسك سيب نفسك. ايوه ما انا مش عارف امسك نفسي. سيبني انت. اه سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريس. اعرف فين؟ ما مين اللي صاحبك؟ اصل انا اديني كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر. تجيب له ايه؟ نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقت اسمك ايه والكوارع اللي منزقه ايدك دي؟ اهدي منها شويه. اه ايه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام. هيرجعني لذكريات الجميله انا وصلاح. انت وصلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب والسبعه التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه كنا نقعد تحت الشجرة اللي ورانا دي. يا عم شجرة ايه ده؟ عرش موجود عندك عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجرة وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. شجرة وذكر بط؟ ماشي ماشي ماشي. خرف يا عم هريسة. ايوه وبعدين كان شاهد على حبنا. ذكر البط صح؟ أوه. ايوه هي تحدفني بنبوت. أيوة. وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي لفني. الفك فين؟ في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة! يا رجال المملوك هضبة! هريسة أبو الليف في النزع الأخير واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز
مهتم بامره. ده رايي يا رجاله، احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهوله بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ انا عندي فكره يا مهندمي. قول، انا حاسس انك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبه السيد غضبه ونفادي هريسه ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت، بيموت هنهب فيه اكتر من كده يا بختي. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد غضبه؟ الله، ما يخرب بيتك. اهدى مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويتفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز للليمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مقشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب الليمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنت عليه وهو بيقول سر الكنز للنبي جوز السلطان. يا نبي جوز السلطان. يا نبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي. لمبي. ايوه. قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم. قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزمنيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. لا ودني ايه؟ ايوه. يا بابا. يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. يا بنت ممكن يأذيني. ما تنسيش. هيأذيكي ايه هو تعبان ده؟ رجليه اترفعت فوق. دي علامة ان مكان الكنز. كنز؟ اهو انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى، يقول لك ده كربطة. فين هنا؟ كنز يا بنت. كنز؟ ايوه. كنز. لا ده هنا النقطة عالية. يلا تعالي يلا بينا. يلا عشان نهرب. عدي يلا يلا بينا. ايه ده؟ مين دول؟ الخرفان دي. فين الأمير تربان؟ الأمير تربان مات. أين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت رخرة، قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى، اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبولع؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان، تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز هريسة يا معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. لا تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا الخرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولف ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. إيه؟ لا استنى بس يا عم أنت،
استنى يا عم، حماسه صور وخلاص. الله، انت بتبوظ البيعه دي. ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات، بتقول لك الشعر هياكل وهيشرب وهيتهنح بعد ما انت، مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو، شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص، طالما انتوا ملتزمين بالكلام ده خلاص، احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. يا الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفه من الجيل هيتباع لك اي خروف من الوافين دول، والناس تاكل بقى والزعتر بقى. كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم، نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص اقول لك على حاجه، انت اتصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك عشان خاطر عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يا عم. يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا. اوف بقى خلينا نركز بقى. ايه اللي احنا بنهرب دلوقتي؟ طب يلا بينا. يلا بينا، ما تقعديش تقولي فيا ومش فيا حاجه. لا فاكر يا مان. يلا البنوته. يلا خلاص. استنى هنا، استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى، بص بقى زنوته. بص يا زنوته يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتني العرش وتقومي بالعدل واسترجلي شويه في الله. العرش، العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدارس ثانيه يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن. هما ها هو لمبي. ها لمبي، ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى يا بنت، اوعي تعملي وانت بتحكمش تعملي كده. انا بحبك يا لمبي والله. بص هحطك ده فوقك. لا ما خلي بالك من نفسك. يا رب يا رب ما الاقي نفسي عند الفراعنه يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعده بتشايش. ايه اللي في ده؟ انت طلعت المريطه دي ولا ايه؟ بقولك والنبي، امورك يا واد. هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيدياك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي، احنا في اسكندريه؟ اسكندريه مرية. اسكندريه يعني بيني وبين السيدة زينب ساعة ونص بالدجو، سبع راكب واخد الكنز واقلع بقى. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. انا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري. ايه اللخبطه دي بقى؟ يا لي يا ست داهيه، يا لي يا ست فتيسي. يا ابو شلبايه، فين النسوين اللي وعدتنا بيهم؟ دلوقتي يهلوا. جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي يهلوا، اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي. مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يوم من الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايوه حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا ماشي من اليمه دي؟ الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا في ارض الحكومه. لا يا عم الحاج خفيف، دي مش ارض الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ده مفيش حد مانع عينه ولا ايه؟
ده انا اللي عملت فيها فليطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. انا قلت يعني ان انت اللي ناور فيهم يعني؟ يا ابن من ايه يا ده يا؟ ايه ده يا ده يا؟ انت متعصى يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياد. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عاكشين على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجاله اوعى ما تزيدش. يا انت بقى. مشكرين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبيني اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده، شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى، انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لأنهم قالوا على سعادتك إنك أنت الريس سنجاري كلب. الريس سنجاري كلب وفضل يسحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى ريس المركبية هنا، بس إحنا لازم إيه؟ نعمل ثروة ونرجعه كلب. إيه الكلام ده يا رجالة؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجالة، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت تسلمني يلا. لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيدة زينب. والله والله الولد ده شكله لقطة، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا خد. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عسلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى اللي ودوك كراكون. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. وزن إيدك يا ولد. أخ عبك إيدك بقى. الله. يلا بينا على الكراكون يا رجالة. يا رب ما عايز أبلغ أنت بقى. يلا يلا يا حبيبي. يلا يلا ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي بتعمله يا عم، وده اللي عمل انا بيشيلنا من المصحف، انا مش سيدنا زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرام اركب ابو عسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش، خدلت ايدي الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا يا عم. بس ما تقول ما تقول حاجه لله بقى. الولد ده على حق اهو، والنبي على حق. سيبني بقى، اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله عندنا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي، امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه. دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا، اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام. أعصابك يا فندم، أعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكوا لي إيه اللي حصل. الولد ولا 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 أنت ما تغلسش، امنع الكلام وإلا قسما بالله. أهو حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكوا لي. الولد هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق، والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيدة زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش منبه والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش، والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط.
وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولا ده على حق. شفت بقى على حق والله؟ لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضلي بقى المكان ده كله. غريب فضلي القاعة. شو قدام؟ يلا برا. باخد اقف مكانك اثبت جوه كما كنت كما كنت. لا لا والله مش طب ولا لا كما كنت ودخل جوه. لا 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 اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير. لا نقعد. ولا 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 قوم اقعد. ما نهزر اقعد. حاضر اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده ده احلى ده في سفنك كتير في سفنك احلى. صحت باشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيدة زينب وراجل بعمل التعمليه وعلى باب الله. بنص انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا ما قلتلناش الولا الليمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ اشرب هي الطازي ما عملوش حاجة. اشتعل عليك يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمه. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمه هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك إيه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوة يا عم عبده؟ من عينيا. بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك ايه يا حليمه؟ انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يدوم الواجب ابو بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يدوم ابو بديعه. يدوم يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان. أنا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وأنت كمان يا أبو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فأنا إيه لما حصل إن أنا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ورايا عند الباب وقلنا كان الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر، بس هي كانت مستنقرة ظهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منذ كده، فبس عرفني وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دنشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان ما حدش يزعجنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. يا غريب غريب. تمام يا فندم. مسكوا الوادي اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى انا والله ما انا بقول لك انا بريء. انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على ان انا ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك. بقى ايه الراي بقى؟ عليا طلاق بنت نفسها. ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك. مبسوط ان انا خدت افراج على ايدك. ربنا يخليك يا رب.
ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. رب يكرمك يا حماد العلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك. لو لقيت أي جديد كلمني على طول. أنا كمان ده كارت بتاعي فيه كل معلوماتي. لو لقيت أي جديد برضو بقى كلمني على طول. تمام أوكي، شكرا جدا. أوكي. يا اهلا وسهلا يا اخويا. يا اهلا يا ست عوض. يا خطوه عزيزه. الله يعزك. ليه كده بس كده؟ ليه تعب نفسك يا ستي؟ ولا تعب ولا حاجه، شويه فاكهه كده ما قطعوش 25 جنيه. وبعدين انت مش عارفه عبد الله عزيز عندي قد ايه. لا والله والله انا كنت اتمنى ان عبد الله ده يبقى اخو شعراوي ابني. ان شاء الله يا اخويا تخويه يا رب. يا رب. بس منين بقى ست عواطف؟ امه تعيش انت؟ ربنا افتكرها من سنتين. لا حول ولا قوة إلا بالله، البقية في حياة النبي يا أخويا ما أعرف إلا منك دلوقتي. يا ستي ما تشغليش بالك، وبعدين الحي أفهم الميت يا ست عواطف. نسيت أضيفك، سخن ولا سائع؟ يا ستي ولا سخن ولا سائع، أنا جاي لك في كلمتين كده على السريع، هنقولهم ونتكل على الله ونزق عجلنا. بقى الجد مفيش أحسن منه، مش كده ولا إيه؟ وفيصل أقرب من كرداسة. فيصل وكرتاس، هو انت نازل تشتري هدوم والعيد ولا ايه؟ الله يحزك. لا الموضوع مش كده، انا اجيب لك من الاخر. انا يعني بخصوص يعني الايصال يعني والعشرين الف جنيه لمؤاخذة. ما تقول في ايه يا اخويا ونجيب من الاخر. اقول لك كده ونجيب من الاخر. ايوه انا بس عايزك ما تكسفنيش وتعتبري بس العشرين الف جنيه دول مهرك يا ست عواطف. وانت لمؤاخذة برضو ما تاخذنيش، انت ست صغيره وحلو وعايزه راجل يحوط عليكي وياخد باله منك. طب ومين قالك يا اخويا ان انا مش في حيمه راجل وفي حس راجل؟ الله، هو انت متجوزه يا ست عواطف؟ ابني عبد الله. عبد الله راجل راجل ويسد عين الشمس، وطول ما حسه في الدنيا ورجليه بتدب في الارض مفيش مخلوق يعتب البيت ده، فاهم كده؟ يعني هو ده ردك؟ هو ده ردي يا اخويا. خد حاجتك دي بقى، الفاكهه دي على فكره لو بعتها في فيصل ولا كرداسه هتجيب لك فلوس جامده قوي. فيصل ولا كرداسه؟ على فكره انا ما كنتش هنساهم، انت مش وش فاكهه. خدها يا اخويا. بس وريني بقى مين هيسد لك الفلوس اللي في ايصال امانه يا ام عبد الله. الفاكهه ايه؟ احضر 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 أو حضر حضر. أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا بعشقك، أنا كل لك أنا. طمني طمني والنبي يا مولانا طمني، يعني هعرف أخد حقي بإيصال الأمانة ده؟ إيصال الأمانة، إيصال الأمانة. مقضية مقضية مقضية، وعيشتك هتبقى هنية هنية. مقضية 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 مقضية. حاضر حاضر حاضر. مقضية بقول لك، مقضية مقضية. المعلوم المعلوم حاضر. المعلوم المعلوم. عزيز عزيز. عارف يا عطية، أنا حاسس إن الست قطاطة دي طيبة ومش عاملة زي شكلها كده، الفار بيلعب في عيني. انصراف، سعادة الباشا المأمون. الو، ايوه سعاده الباشا. ايوه يا بكير، انت فين انت وقطاطة؟ ايه؟ لا يا باشا، اما قطاطة انا موصلها عند ستك في الفيلا من حبه كتيره قوي. ايه؟ بتاع البيت هنا؟ ايوه يا باشا. طب ازيك يا قطاط؟ ازاي؟ في ايه؟ ودع 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 جادرة جادرة ودع جادرة. جادرة جادرة مرحبا.
أعمال. عود، أنا عايز أسألك سؤال كده في الكار بتاعك. إيه ده؟ أنا حاسس إنك مش مصدقني، ومع ذلك اسأل. عندكوا حاجة في الكلام بتاعكوا ده بيتكلم عن عقدة أديب؟ أيوه مظبوط. اللي هي إيه بالظبط؟ دي عقدة اكتشفها سيجموند فرويد عن الإنسان اللي بيتعلق بأمه بشكل مرضي وتصل به الحالة إنه يغير عليها حتى من أبوه. يتعلق بأمه؟ ما عندكوش بقى عقدة عن اللي بتعلق بجدته أو جدة جدته أو ست سته؟ عباس أنا فاهم أنت بترمي على إيه. أنا لمحتك وأنت بتبص علينا من فوق وشفت في عينيك الحسد والغيرة. آه، ده على اعتبار أن أنا بقى كنت بتفرج على جورج كولوني وهيفاء وهبي. طب ما أنا لمحتك أنا كمان وقطاطة بتجري وراك وأنت عامل فيها زي الأطفال. عباس ها؟ مش دي الست اللي أنا اتجوزها يا عباس؟ ها؟ حد قالك ان انا غاوي انتحر؟ يقولولي تولي دوبي 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 ازاي بس ازاي ازاي؟ ايه الروقان ده يا قطاطا؟ يا حبيبي تجيب ده عايز بطاطا، انت جبت لك؟ اه. طب انا ممكن اجيب لك جلابيه تانية. لا ده كده حلو قوي، الست صدفة ايه اللي تعرف تعمل كل حاجة. يلا كل. ايوه كده. بقولك ايه؟ هو ده اللي راسه كلم يا عباس اللي هو يجيب لي مؤبد وقضيه انا معاكم في الفيلا؟ يا ريت يا قطاطه، بس طبعا ما ينفعش. ما ينفعش دي، خليه هو كده بزوره اللي ما ينفعش غير منادي في جراز. قطاطه ما تتريقيش على جده بليز. طب بقول لك جوزوني. جوزوا لك ازاي يعني؟ يعني يجي يطلب ايدي منك وانا اطلب منك زوره. ايه يا قطاطه انت دماغك دي ايه؟ انت درج مليان كراكيب. بقول لك ايه؟ ها. البنت المزغوده باسمها عواطف راحت فين؟ عواطف جالها ضيوف وقالت انها تتاخر. متاخر ضيوف؟ لا دلوقتي في الموسم ابتدى بتاع العرب خلاص. البنت دي اخرها وحشه وانا شاكه فيها ان هي شغاله في محل الموبايلات. حرام عليك، الله يخرب بيت دماغك. ده انا كلمتها كذا مره ما عرفتش ترد عليا، ردت عليا قالت لي جالها ضيوف فجاه فمش هتقدر تيجي. ضيوف؟ دي فعلا تلاقي الواد يفعل بالبانيو ومغرقها جنبه. ايه يا على دماغك يا قطاطه حرق. صدقي بقى ان انا هكلمها لك عشان اخلص من لسانك. لا اقدر، مش عايز اسمعها الشغاله دي. لا هكلمها. اطلبيها انا عشان وحشتني خالص. ماشي. ايه يا عواطف؟ لا انا مش بكلمك عشان كده، خليكي براحتك. خليكي براحتها. ايوه قولي لي يا قطاطة، بتقولك جابوني السامبو في البانيو. بس وتسلم لي على كبير العمر طويل العمر. يا عواطف لما الضيوف يمشوا بقي تعالي. ما جابوني يا بنتي رغوف في البانيو. بس بقى عواطف خدي كلمي قطاطة عايزة تسلم عليكي. لا البيع دول اللي بكلمهمش. لا كلميها. ما انا عشان خاطر عليكي انت بس. أوه. يا لموسي يا حبيبتي. ماشي. يا لموسي يا حبيبتي عشانك انت بس هكلمها، عشان خاطر عيونك انت بس يا لموسه. ايوه يا حبيبتي. وحسين عامله ايه خدامه؟ مالك يا بيت؟ يا ابو النبي. بصي بس يا بنتي، بس بقى بص، انت عارفه انا ما اقدرش اخرج على عيني. ما طبعا بص يا بديلي انت السجن يا نتقابل في فيلا. ايوه قبل ما اطلع للموزه نتقابل في فيلا. يلا بالسلامة يا دنيا. يلا كدر بتدمي في قلبك. مع السلامه. دعت لها غبانه البنت دي. خلاص كلمنا عواطف وعملت الجلابيه، احكي لي. أكيد كام ولا إيه؟ مسكوا ابنها وزبطوا طريقة. قطعتها! احكيلي! أيوة يا حبيبتي والله سايباها أهو. أهو. أهو جاي أهو راكب مكنة الخياطة. ما كنتش أتوقع إن الطعنة تيجي من أقرب الناس ليا. الله يا عم، أنت واخد المسألة على الزوز عندك ليه؟ في إيه؟ مساء الخير. سعيدة. استنى أنا جاي وراكي. عاجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى.
كمان بعد ما اتقصدت الاصابه دي. بس رب ضرمه فنفع. الاكل اللي في ولا سعيد مبارك يا لمبي افندي. اهلا يا نين. اهلا يا علي. ازيك يا علي؟ عساك بخير، شكلك صحتك كويسه. بالنزال فل يا عم علي. انا ما شفتش اكل وخير بالشكل ده. في رغبه بيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. ايه ده؟ ده خير. وانت عارف بقى؟ ايه؟ كلكم بقى والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كله. تعبان ايه يا لمبي افندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز، خدته كده كان نازل، بص سنه بلدي نازله على بقك كده وبتزلط على طول. كلته؟ اه ده حلو قوي. وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه، جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا خير عندكم ما شاء الله، الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 ولا بصف تاني ولا ايه؟ ارجوك ارجوك. بس انا يا عم انا واخد نحو الامال ايه؟ وبيع ايه يعني؟ اهو ايه ده الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحاناته ولا هو عنده طلع بملحق؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني الجزء لوحده والسد لوحده ولا ايه؟ اتفصل، اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهز الفرصه دي ونقول له. لا نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. نعم اكون ممنون، يعني يعني مدين بالعرفان. عرفان؟ يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي، لانه ممكن يتشل. لا يا عم، لا يا عم، فضل ولا فلك يا عم، انت يشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله، انك تقعد تسجد له كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. طب تستنى بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشلل الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشلل الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبي افندي. انا مش مدرك مغزى كلامك، يعني مش فاهم انت إيه؟ تقصد ايه؟ نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده انا معلش هو الغلطه عندنا. انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه ايه، اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانية مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مفندي. الله يخليك. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي حلوه، يعني انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص الوقت. ماشي؟ حاضر يا لمبي افندي. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. سعيده. فلت. ماشي. اكل مين ده يا ام علي؟ سنبي حارسه اللمبي. طب مش صح برضه يا امي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني. ده احنا بيت كرم. وانا كمان خبزه لسه. صحيح. اتقي شر من حسست عليه. قلت لك اشرب. ماشي يا علي. يا سلام عليك يا أمي، يا سلام عليك. ريش طازة. ده أنت ربنا هيجازيكي على الكرم ده. ياك يتمر بس. يلا ست الحبايب. أخلص منك بالسم يا لمي. لا ده معانا ده جعان. جعانة يا ست أم علي. يا حبيبتي يا ست أم علي اللي أحلى من أي ديسيرت في الدنيا. تسلم إيدك. مد إيدك يا ابني ألا الأكل يبرد. يا رب يخليك يا ست أم علي، والله حنيتك عليا دي عارفة بتحسسني بحنية أمي الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي بر نفسك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ادعي لي بس أنت كده إن أنا ألاقي المتاح ها وده الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعشه والدنيا. اوعى ده اخر دلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج. مبسوط عندنا؟ حبيبي الحمد لله. نورنا. حاج البق ربنا والله العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركة والنبي ايدك يا ابو سعد. استغفر الله. ده انت حبيبي ده انت ده انت ده انت مأكلني ومشربني يعني أكل ومرعى والصنعة أعمل أكتر من كده. افتكرها يا لمبي. حبيبي. الله يكرمك. ربنا يكرمك. على دماغي من فوق. الله يخليك. ليه كده يا ابني الأكل زي ما هو ليه؟ ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبه يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطه. اه والله نفسي مسدوده مش عارف ايه. لا لا يا لمبي لا عيب. البطه الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا افتح لك نفسك. يا راجل قول ان انت عينك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد ما تمد ايدك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله اكبر. مع الف سلامه يا معلم. يا سلام. على فكره ما شاء الله مراتك من المعلم دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها. ها. بس يعني قصيده من حريم دقه زمان ما يتوجدش دلوقتي يا لمبي. عارفهم انا دول اللي مرميين تحت القطوره دول انا عارفهم. عقب بالك يا لمبي. الله يخليك. تعرفت عليا فين بقى؟ انا وام علي؟ اه تعرفت يعني فين؟ كنت بتقابل عند صوبيا توتو. صوبيا ايه؟ صوبيا توتو بتزقله كده من عند سلم الكبش وطلعت واي اسانسور في اي عماره من وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا يا لمبي اوعى دماغك تحدف عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحه. ايه يا عم لو ده انت راجل زئ. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا علي. ايوه بخيرك. ما تيجي ناكل يا لمبي. امك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا والدي. ايه كده يا علي ابني ليه؟ اداني الفجر خلاص يا والدي. الصيام بدا. فجر ايه واحنا لسه العصر؟ صح النوم يا والدي. انت بس تلاقي ساعتك مأخره. ساعتي مأخره؟ طيب ساعتي مأخره وفهمناها. ازاي امبارح نكون في شوال والنهارده في رمضان؟ الله مش الارض كرويه تتنطط. الارض كرويه تتنطط حول نفسها 94 ساعه في الساعه. ايه انهض بقى انا ركعتين الفجر. وكل سنه وانتم طيبين يا اولاد. صح والسلامه. كل سنه وانت طيب يا لمبي. صح والسلامه. رمضان كريم يا ولدي. وحوي يا وحوي اليوحة. وكمان وحوي اليوحة. وحوي يا وحوي اياح. ما شاء الله ابوك جميل طيب قوي. يعني انت عارف لولا المنطقه دي كنت قلت عليه ان هو اهبل. انت مش بتاكل ليه يا لمبي؟ يلا كل الفراخ. لا ابو خلاص بقى فاكر الفجر اذن خلاص ما ينفعش عشان الصيام. لا انت مريض والمريض يحق له الفطور. لا والله. ايوه يعني انت دلوقتي عايزني اكل الفرخه بسم الله اللي موجود فيها السم. ان 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 ايوه. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لي كده؟ انت من الاشرار يا علي. لا من الاشرار يا علي. لا انا من الارياف. انت من الاشرار والتعبان اللي انت حطيتوني في قد جبن وانا نايم بالليل. لا والخنفسه اللي انت حطيتها لي في ودني وانا نايم. لا والسحريه اللي حطيتها لي في قلب جيبي. لا والكلب اللي رميتهولي. لا والبيت. ام 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 اتعرف يا ابني. انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ايوه كده فرن. انا كان كل هدفي ان ابعدك عن انشي. انت ما تعرفش احنا بنحب بعض قد ايه. ومن ساعه ما انت جيت الحب ده ضاع. انا احبها اعشقها أعبدها أدوب في هواها. إيه ده أنت عبيط ياد ولا إيه؟ اللي أحبها وأعشقها وأدوب. أيوه أحبها وأي واحد يقف في طريقي هقتله. مين دي اللي أنا أحبها ياد؟ وبعدين إنش دي إيه؟ إنش إيه اللي تيجي جنب الموزز والحتت اللي أنا أعرفها؟ ده أنا أعرف بطيخ بعدد شعر راسك. يعني أنت ما بتحبش إنشي؟ يا تحب مننا ده 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 يعني عندها يا جثة ولونة برضك. دي صبة. لا مش صبة يا ده انا بشكر فيها ان هي مزة يعني. مزة؟ ام الوظة يعني ما ده توبيخ. ياد مش توبيخ والله انا بقول انها بطة يعني. بطة؟ اه يعني حاجة ياد يعني مؤدبة. بنت مؤدبة حلوة. وبعدين انا لا يمكن ان انا الواقع بيحطم عليا ان انا ما ينفعش ان انا ابص لزوجة اخويا. ده انت اخويا اصيل قوي يا لمبي. ربنا يبارك. يلا ناكل بقى مع بعض بقى عيش وملح من جديد عشان نبقى ابتدينا ايه؟ ابتدينا صحفه جديده. والله ما انا كاسفك. بسم الله. بسم الله خش على الفرخ. حاسب يا علي دي فيها سم. ام 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 فيش.
انا ممنون يا لمبي. انا ملمون انا كمان. الله يخليك. يلا الحق بقى اشوف ابوك احسن، زمان بيقول الدنيا العاده بره مش عارف مع العيال. ايوه صح. يلا اجري. سلام على السلامه حبيبي. خلاص ماشي يا ابني. ايوه يا معلم انا خلاص كتب عليا طول حياتي اني افضل ماشي ماشي. نفسي الفه في محطه كويسه تاخدني وترميني ناحيه الكنز، وبعدها اخد الكنز واطلع على بلد المحبوب مصر. يو ما انت في مصر يا ابني. لا دي مصر القديمة، أنا عايز مصر الجديدة، زمان الامتحانات خلصت دلوقتي. تيجي بالسلامة يا ابني. الله يخليك يا أم عدي. إلا قول لي يا لمبي. أيوه. يعني إيه لمبي؟ والله مش عارف ده إيه والنبي أعرفها دور أخرى، أو ده سؤال ما سألتوش لنفسي أبداً تصدقي؟ أه والله بس أنا أعتقد إنه اللمبي دي جاية من اللمبي والسوداني. الله يحزك يا ابني، الله يحزك. الله يخليك يا أم عدي. بقول لك إيه؟ أيوه حبيبتي. خد دي. أزقزها وأنت في السكة. لا أنا ميمون أوي يا أمي. الولاد أوفر دي وقف عندك يا لص يا ونطي. نعم يا عم مشلان. أختي البرنسيس إنجي ضاع منها بروش ألماز بخمسين جنيه. خمسين جنيه؟ آه. ومتمطع أوي بتتكرع على خمسين جنيه، والبرنس عيلاق جه والبرنس عيلاق راح، الدبل نزل الكاوتش طلع، وخمسين جنيه؟ ده خمسين جنيه دي تمن كارت شحن بتاع أي موبايل. بص أنت، أنا ملياش في اللف والدوران والكلام اللي انت بتقوله انا ما افهموش. ده اللي اعرفه ان البراش بتاع اختي اتسرق وهي ما جاتش غير هنا الفتره اللي فاتت. قرني قال لي. مين اللي قال لك؟ قرني. طب اديك بتقول بنفسك قرني. انت هتنتظر ايه من واحد اسمه قرني؟ قرني وافتخر وطول عمري خدام البرنس علاء. اتفضل فتش يا برنس علاء. انا طول عمري عايش في البيت ده بشرف، وعمر اللقمه الحرام ما عرفت لي طريق جره. انا واقف في فيلم كرتون. الموضوع ما يخصكش يا ريس عبد الواحد، انما انت دخلت بيتك لصوص وانا متاكد ان هلاقي البروش هنا. اسحب الكلام اللي انت بتقوله يا عم الحاج. انا مش نصوص، انا عمري ما كنت نصوص ابدا. النصوص عندكم انتم. مصطفى انا مش سيد الزلم. والله يا عم الحاج، والله يا حاج انا مش سيد الزلم. وراني امرك يا برنس. فتشوا فتشوا. والله انا عملت حاجه، هو المفتاح والباب هو بيرميني في اي حته في المصحف. لقينا البرونش يا برنس. البرونش ده انت يا ابو فجاله ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا لمبي. يا ست انت معرجه طالعه ونازله معرجه بتدعي وخلاص. انا لازم اغسل شرف العيله اللي اتمرمط في التراب. والنبي يا عم مشلان، انا مش من هنا، وهو اصلا انا دخلت من باب والباب هو اللي بيرميني في قلب الحته دي. والله العظيم لا، ده جزات اللي فتحت لك بيتي. يا عم انت هتعمل لي فيها شطان. سيبوني ادي عليه دعوتين اجيب اجله، زي ما دعيت على هريسه وهو مخبول مرمي قدام الجامع. هو هريسه العبيط اللي انا قابلته ده فين؟ مرمي قدام الجامع. اوعى يا عم الحاج. يا معلم اوعى 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 يا برنس. اجري يا برنس. هات لي الموضوع بتاعك يا حيوان. جميل. ايه ده؟ هو انت تاني؟ تعالى بقى مش وقت، تعالى تعالى بقى. اديني تعالى بقى. اتعشى بيه يا حبيبي يا جدي يا حبيبي يا عمو. تعالى
انا بس عايز اعرف بس انت ليه مش عايز تشوف الدبانه الحمراء؟ اصبر بالله. ايوه او هنا دلوقتي اقدر اشوف العلامه. ايوه هنا تحت شجره التوت. ايوه ليا فيها ذكريات انا وسته، كنت اقعد تحتها. تحت مين ستي؟ لا تحت الشجره. تحت الشجره بتاعت ستي ازقولها في بقها تتاي. أيوة. وهي تزقول لي في بق تتاي. أيوة. حاكم بق ستك كان قد التتاي. مش هتشوف بقى الدبانه، خلصني بقى. يلا وريني. اه يا سيدي اتفضل شوف الدبانه. هي هي العلامه. أيوة. انت حفيدي. أيوة. انت من صلبي. أيوة. انت حفيدي. أيوة خلاص بقى بلاش، ده انت غلس قوي، غلس حتى كمان وانت في كده وغلس وانت بتشحت. قول لي على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول لك